أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: هدف التعليم المسيحي هو البلوغ إلى لقاء يسوع. جلالة الملك عبد الله الثاني والبابا فرانسيس يعزيان العاهل البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. الشماس سلوان حنونة: كاهناً متوحداً في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس. كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم تحتفل بعيد القديسة الأم تريزا، وفيها أيضاً عيد رفع الصليب المحيي الكريم المقدس في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. شدد قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لأساتذة التعليم المسيحي في قاعة بولس السادس بالفاتيكان على أن هدف التعليم المسيحي هو البلوغ إلى لقاء يسوع المسيح والسماح له بالنمو فينا. ووصف قداسته تخصصهم بأنه خبرة إيمان حية لنقلها للأجيال الجديدة، مؤكداً قداسته أهمية اللقاء الشخصي مع كل فرد من متلقي البشارة، لافتاً إلى أنه عندما نؤمن بيسوع المسيح ننقل أسراره ونحفظ وصاياه، ويصبح شخصه بفضل الروح القدس القاعدة الحية والداخلية لسلوكنا. وقال: إن أساتذة التعليم المسيحي مدعوون لكي يجعلوا شخص يسوع المسيح مرئياً وملموساً، ولهذا السبب يصبح قاعدة للحياة ومعياراً للحكم على العمل الأخلاقي. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أرافقكم جميعاً ببركتي وأوكلكم إلى شفاعة العذراء مريم وأساتذة التعليم المسيحي الشهداء، وأسألكم ألا تنسوا أن تصلوا من أجلي. أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تعزيه الحارة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. واستذكر جلالته في رسالة بعثها إلى ملك بريطانيا الأثر الكبير الذي كان للملكة إليزابيث على المستوى العالمي قائلاً: إنها كانت مثالاً للحكمة والقيادة المتزنة والتفاني في خدمة شعبها. وأشار جلالته إلى دور الملكة الراحلة في تعزيز العلاقات الوطيدة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، كما قدم قداسة البابا فرانسيس تعزيه إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا بوفاة جلالة الملكة إليزابيث، مؤكداً صلواته ودعواته للراحلة وللمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الملك الجديد. وقال في برقيته الموجهة إلى الملك تشارلز: إذ أحزنني جداً خبر وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، فإنني أقدم التعازي الحارة لجلالتكم وأفراد العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة والكومنولث. وتابع الحبر الأعظم يقول: أنضم إلى جميع الذين يبكونها رافعاً الصلاة من أجل الراحة الأبدية للملكة الراحلة، ومشيداً بحياتها التي عاشتها في خدمة بلا كلل لخير الأمة والكومنولث، وبمثالها في الإخلاص للواجب وشهادتها الراسخة للإيمان بيسوع المسيح ورجائها الثابت في وعوده، مستمطراً فيض البركات الإلهية كعربون تعزية وقوة في الرب. على صعيد متصل، أعلن قصر بيكنغهام موعد مراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 أيلول الجاري في اسكتلندا. ووفق الإعلان، قال القصر إن الجنازة ستقام يوم الاثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن، ومن المتوقع حضور مسؤولين من جميع أنحاء العالم لمراسم الجنازة التي ستقام في كنيسة وستمنستر. تحتفل الكنيسة المقدسة في 14 أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجلة. وبهذه المناسبة المباركة تقيم الكنائس في العالم بحسب التقويم الغربي القداديس الاحتفالية بحضور رؤساء الكنائس والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع المؤمنين. وانطلاقاً من رسالته الإيمانية المقدسة، سيقوم مكتب فضائية نورسات في الأردن وفلسطين بتغطية الاحتفالات بعيد رفع الصليب في بث مباشر منقولاً من الكنائس المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإدراج هذه الاحتفالات في نشرتنا القادمة. يا
يعد الصليب المقدس من العلامات التي يعتز بها المؤمن المسيحي، ويتجلى ذلك في حياته اليومية، فنراه يرسم علامة الصليب في كل وقت كان، في الأفراح والأحزان والآلام. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب الذي علق عليه الرب يسوع المسيح، فأصبح رمزا للفداء والقيامة والمجد. تخبرنا الأناجيل أن اليهود طلبوا من بيلاطس صلب يسوع، فخرج المسيح حاملا صليبه إلى الموضع المسمى الجلجلة. ومن الثابت أن يسوع مات على الصليب. وبعد موته اهتم يوسف الرامي بإذن من الوالي بيلاطس البنطي بإنزال جسد المسيح ووضعه في قبره الخاص الجديد. وبعد 300 عام من دفن السيد المسيح، ذهبت والدة الملك قسطنطين القديسة هيلانا إلى القدس تبحث عن صليب المسيح. وعندما سألت عن الأمر أخبروها بأن الصليب مدفون بالقرب من معبد فينوس الذي أقامه الإمبراطور إدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على 3 صلبان. ولما لم تعرف أيهم صليب السيد المسيح الحقيقي، اقترح البطريرك مكاريوس أن تضع واحدا تلو الآخر على جثة أحد الموتى الذين كانت تمر جنازاتهم بالمكان في ذلك الوقت. فعندما وضع على الصليب الأول والثاني لم يحدث شيء، وعندما وضع على الصليب الثالث عادت للميت الحياة بأعجوبة باهرة. وبعد ذلك وضعوا الصليب على امرأة مريضة فشفيت في الحال. عندئذ رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع الحاضرين فرتلوا يا رب ارحم. فرفعت القديسة هيلانا الصليب المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا، كنيسة القيامة. ويبقى الصليب مرفوعاً فوق قمم أولويات المسيحيين رمزاً للفداء ومقياساً للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر فيه بالصليب من هشاشة هذه الدنيا إلى عظمة قوة الحياة الأبدية. سيما الشماس سلوان حنونة كاهناً متوحداً بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وفي كلمة روحية خاطب سيادته الكاهن الجديد قائلاً: من أهم المسؤوليات في خدمتك المنتظرة في عجلون أن تعيد الثقة بين الناس والإكليروس، وأوصاه أن يحافظ على استنارة قلبه وذهنه الآتية من محبة الله، وأن يشكر دوماً نعمة الكهنوت ولا ينكر الجميل. عاون سيادته في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور ذوي الكاهن الجديد وعدد من أبناء الرعية. يا ابني، صلوات أباء الكهنة الموجودين حواليك والكل ملتف حواليك في هاي اللحظات، واللي ما تمكنوا من الحضور
صلوات والدتك وإخوانك وشقيقتك، صلوات كل أبناء الرعية اللي أحبوك واللي بيحبوك هون في العاصمة وفي كل مكان أنت انوجدت فيه، من الكرك للعقبة للشمال للفحيص. صلاة الكل معك في هاي اللحظات حتى تعيش عن سرتك اللي فيها دائما تكون بسلام فرح، وكون مطمئن مع المسيح مش رح يعوزك شيء، رح تكثر الضيقات، رح تكثر التجارب، رح تحضر المحن، ولكن بكل هاي رح تطلع انت انضج امتن اقوى وتلمع اكثر كالذهب ان بقيت مع المسيح. ولكن اذا تركت المسيح يا ابني، وما عمري بتمنى لك هذا الشيء، ربنا يحميك انك تبقى دائما معه. اذا بقيت معه كل شيء رح يكون معك، حتى المصاعب والمحن والضيقات والتجارب رح تتحول زي ما حكيت لك لقوة لخبرة لنعمة لبركة لقداسة. وهيك دائما رح تشعر كل يوم أكثر قديش حضن المسيح حلو. انعقد المجمع المقدس في بطريركية الروم الأرثوذكس برئاسة غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وتقرر في الاجتماع تعيين الإرشمندريت فينيديكتوس كيال رئيساً روحياً لدير قانا الجليل، وقبول استقالة الأيكونوم الصالح خوري من مهامه كراعي للرعية الأرثوذكسية في مدينة سخنين قضاء عكا، وكذلك قبول طلب المتوحد الأب بورفيريوس من دير القديس غريغوريوس للانضمام لأخوية القبر المقدس، وتعيين الإرشمندريت حنانية عضواً بديلاً في المحكمة البدائية الكنسية. افتتحت في قاعة القديسين قسطنطين وهيلاني في كاتدرائية البشارة بالعبدلي دورة جديدة من برنامج خاتمين على صخرة الرب للمقبلين على الزواج بمشاركة 15 شاباً وشابة من الخطاب. حضر في الدورة كل من الدكتور بشار قصوص والدكتورة مريم غنمة والأيكونومست سالم مدانات، حيث تناول المحاضرون موضوعات عدة منها العلاقة الجسدية في الزواج وأهمية فحوصات ما قبل الزواج والوضوح والصراحة بين الخطاب، إضافة إلى ضرورة فهم الخطيبين كل منهما للآخر من الناحية الفكرية والنفسية، علاوة على أهمية فترة التعارف والخطوبة والمصارحة والمكاشفة الحقيقية بين الخطيبين بكل الأمور المادية وحتى الصحية، وأهمية عدم إخفاء أي معلومة عن الشريك مهما كانت. ضمن حلقات كنيسة التي نقدمها لكم عبر شاشتنا، توجهت نورسات إلى جنوب المملكة وزارت كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، حيث بنيت هذه الكنيسة عام 1905 كبيت ضيافة لأهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين. التقرير التالي يسلط الضوء على الكنيسة والمنطقة. محافظة الكرك في جنوب الأردن تزخر بالعراقة والأصالة وتاريخها البهي، تحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي تخدم أبناء المنطقة فيها. نصل لكم اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لقرية حمود التابعة للمحافظة والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومتراً، لنسلط الضوء على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. تعتبر من الكنائس الأثرية المميزة والتي بنيت مباشرة بعد العهد العثماني عام 1905، تبلغ مساحتها ما يقارب 17 متراً مربعاً، تحوي على جرن قديم للمعمودية مصنوع من النحاس، بالإضافة لأيقونات مميزة وبهية تعود لعام 1998. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي
ومع مرور السنوات على تلك الكنيسة الصغيرة، أحب أهالي منطقة حمود أن يبنوا كنيسة أكبر لتتسع للمصلين ولتخدم احتياجات أبناء الرعية. وفي عام 1985 بنيت الكنيسة بسواعد أبناء البلدة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيودوروس الأول. يبلغ طولها ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا بارتفاع 5 أمتار، مميزة بالأيقونوستاس المصنوع من خشب البلوط، ويحمل أيقونات نادرة وأثرية. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. حدثنا قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي عن الكنيسة وتاريخها وخدمتها لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المنطقة فقال: إحنا هلا في بلدة حمود في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. هي كنيسة أثرية انبنت في عام 1905 على شكل مضافة نتيجة الحكم العثماني في هذيك الفترة. هاي الكنيسة بناها أهل البلدة حمود التابعين للكنيسة نتيجة الاضطهاد اللي كانوا يعانوا منه من الحكم العثماني، بنوا الكنيسة على شكل مضافة، وهذا بنلاحظه عن طريق بناء الباب الرئيسي موجود فيها على من الجهة الشمالية. الكنيسة بتحوي أيقونات قديمة كثير وفيها جرن معمودية، بالإضافة في عنا كمان غير هاي الكنيسة في عنا كنيسة جديدة انبنت في عام 1985. أرض الكنيسة تبرعوا فيها أهل بلدة حمود نفسهم نتيجة شعورهم بمحبة الكنيسة ومحبة الله، ولازم يمارسوا أسرارهم وطقوسهم الدينية كما يجب. خدم في هاي الكنيسة من أبناء بلدة حمود في من بعض الكهنة أبونا سلامة وأبونا سلمان الشرايحة وأبونا خليل وأبونا سابا الظواهر، وكمان في عنا أبونا عيسى عجيلات خدموا في هاي الكنيسة، والآن أنا بقوم في خدمة أبناء الرعية في هاي البلدة. ببلغ عدد أبناء الرعية في بلدة حمود 38 عائلة أرثوذكسية موجودين في بلدة حمود. في تعاليمك المضيء أنت سراج طريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. بالإضافة للقداس الإلهي في عنا الاحتفالات، عيد في الأعياد القديس جورجيوس، أعياد اللي إحنا بنقوم في عيد الفصح، في عيد أحد الشعلين، هذا دائما موجود في الكنيسة. في عنا الكنيسة القديمة موجود فيها الأواني القديمة اللي كانوا يخدموا فيها الأباء القديما، وفي عنا الأواني الموجودة فيها الكنيسة طبعا شروها أبناء الكنيسة من اليونان، وبيبعثوا دائما أيقونات، بيبعثوا بخور، بيبعثوا أواني مقدسة لكنيسة بلدتهم. جمال بيتك يا رب فيه راحة لكل من التجأ إليه، وفيه سكينة لكل من حط بأقدامه أرضها المباركة. فاحفظ يا رب بيعتك من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.
بعد ختام مؤتمر القيادات الدينية في مواجهة خطاب الكراهية الذي عقدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان، والذي شاركت به وفود عربية وعالمية من ضمنها وفد ديني أردني، استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات الدكتورة نوال الفاعوري التي شاركت في المؤتمر بورقة عمل ركزت فيها على ثقافة التسامح والوئام واحترام الإنسان. ولأن الأردن نموذج حي للعيش المشترك في هذا العالم، تحدثت الدكتورة الفاعوري في هذا البرنامج عن مشاركتها في ذلك المؤتمر. كونوا معنا. أنت سيدتي كنت مشاركا الأبرز في هذا المؤتمر، ذكرينا حتى يستفيد إخوتنا وأخواتنا، ما الرسالة التي قدمتيها في مطلع الجلسة الافتتاحية؟ في الواقع هذا المؤتمر لم يكن الأول وسوف لا يكون الأخير، لأنه يمس قضية في غاية القدسية وهي قضية حقوق الإنسان. نعم. وبالتالي هي قضية عامة وهناك معاناة لكثير من الناس في هذا العالم. نعم. لقضايا حقوق الإنسان وممارسة هذه الحقوق وسقف الحريات وأيضا يعني التعاون والحوار والتكامل لخدمة القضايا الإنسانية والحياة البشرية. نعم. بشكل عام، فكان هذا المؤتمر الذي أعتبره نقطة مهمة جدا وترك آثارا في غاية الأهمية في نفوسنا وفي أرواحنا، لأنه يعنى بقضية تمس الجميع. أنا كانت ورقتي حول دور القيادات الدينية وهي تشمل النساء والرجال على حد سواء، لأهمية دور رجال الدين وأهمية القادة الدينيين في مجتمعاتهم، لأن الدين ينسجم انسجاما تاما مع القضايا الإنسانية، فلا بد من استثمار هذا الجهد واستثمار هذه الطاقات الموجودة في بلداننا وخاصة في الأردن في الواقع، لأن الأردن أنا أعتبره نموذج حي للعيش المشترك. نعم. حيث أنه جزء من حياتنا وأن هناك ثقافة تربينا عليها وهي جزء من ذاتنا، بأننا نعيش بإنسانيتنا لإنسانيتنا مع اختلافاتنا وليس لاختلافاتنا. نعم. نعم. إذن الاختلاف هو حاجة ضرورية لحياتنا وهو يؤدي إلى تكامل الرؤى وإلى التعاون وإلى الحوار وإلى التشارك. هناك مساحة كبيرة جدا للمشاركة في كثير من القضايا، وبالتالي هذه حرية لكي نقوم بتضافر الجهود، بناء تفاهمات مشتركة لمكافحة خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى عدم استقرار في مجتمعاتنا ويؤدي إلى العنصرية ويؤدي إلى إقصاء الآخر، وهذا يقيني أنه يخالف الفطرة الإنسانية التي خلق الله الناس عليها. احتفلت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بعيد القديسة الأم تريزا، وخلال القداس الإلهي الذي ترأسه بهذه المناسبة الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن الرعية بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات. أكد الأب حبيب أن القديسة تريزا كرست حياتها لخدمة عامة الناس من فقراء ومرضى. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. أقيم قداس احتفالي في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بمناسبة عيد القديسة تريزا دي كالكوتا، حيث ترأس الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن الرعية القداسة بمعاونة الأباء الأجلاء وكهنة المعهد الإكليريكي وبحضور راهبات الأم تريزا وحشد كبير من الراهبات من مختلف الأديرة والأخويات وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين. وأشار الأب أنطونيوس في وعظته بأن القديسة تريزا كرست حياتها لخدمة الآخرين والفقراء وعاشت السلام الداخلي، فحيث أوصت بالسلام الذي يأتي من خلال الابتسامة، وبإمكان الجميع أن يحذون حذوها في الأعمال والمساعدة تجاه الآخرين.
أنا من خلال خدمتي مع رهبات الأم تريزا وبالذات اليوم القداس الاحتفالي بعد 25 سنة من انتقالها لوجودها في بيت الآب، احتفلنا بهذا القداس وكان هو هذا بركة ونعمة كبيرة لحياتنا. رهبات الأم تريزا من خلال خدمتي معهم بعرف قديش علمونا الاتكال على الرب وأنه نضع الرب الأول في حياتنا وأنه ما نخاف من بكرة، نعيش يومنا بفرح وبابتسامة. Thank you so much أبونا أنطونيو and all the governor, those who celebrated the mass today's ektifal very beautifully gone, and for the choir members and all those who participated in Noorsat and all the people, those who were present here, and especially I like to say one big thank you to Merlin Bandak and family for all their services. Thank you so much and all the poor people. هي القديسة التي تلقت 120 جائزة مرموقة أشهرها جائزة نوبل للسلام. وفي نهاية القداس قدمت كلمة شكر من السيدة مارلين البندك للكنيسة وراهبات الأم تريزا اللواتي يخدمنا الآخرين بكل حب وتضحية ويصلينا في البيوت. وفي لقاء متلفز مع قدسه قدم الأب أنطونيوس حبيب شكره للفضائية نورسات على اهتمامها بنقل الصلوات والقدديس للعالم في كنائس الأرض المقدسة. النهاردة احتفلنا في قداس الأحد مع رهبات الأم تريزا دي كالكوتا مرسلات المحبة باليوبيل 25 لانتقال القديسة تريزا دي كالكوتا إلى بيت الآب الأبدي. رهبات الأم تريزا غنين عن التعريف بمحبتهم وخدمتهم وسط هذا المجتمع وبصفة خاصة هنا في بيت لحم، اهتمامهم بالفقراء بل بأفقر الفقراء كمان. وما ننساش أن الأم تريزا اللي حصلت على جائزة نوبل للسلام هي كمان من أعظم القديسات اللي بتعلمنا المحبة والرحمة والبساطة، اللي بتعتمد وبتنبع دايما من سر القربان المقدس من خلال سجودهم وقداسهم اليوم اللي بيحتفلوا بيه قبل ما بيقوموا بأي رسالة. فإحنا كرعية في كنيسة القديسة كاترين في بيت لحم بنهنئ رهبات الأم تريزا بهذا العيد ونشاركهم صلاتنا، نصلي من أجل أن يبارك الرب في خدمتهم ونصلي أيضا من أجل دعوات مقدسة لرهبانيتهم، والرب يبارككم جميعا وكل عام وأنتم بخير. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. أقيمت على مسرح كلية تيرا سانتا بجبل الويبدي بعمان مسرحية كوميدية درامية بعنوان لسه في فرصة، أدعى شبيبة دون بوسكو السلزيانية في الأردن بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وجمع كبير من الحضور. وتتحدث المسرحية التي ألفها ومثلها أعضاء الشبيبة عن العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب في حياتهم. وفي ختام العرض قدم الشبيبة درعاً تكريمياً للدكتورة السمعان تقديراً لجهود نورسات في تغطياتها المستمرة للأنشطة المسيحية في المملكة، كما تم تكريم عدد من الأصدقاء والداعمين. كل شيء بينرمي علي وبعدين بيحكوا لك أنت ليش مضغوط ومعصب؟ عفوا ممكن سؤال؟ بشوفك هيك معصبة وكأنه المدير ضايقك إشي؟ أوف. هذا المدير واحد كثير مقرف، كل يوم كل يوم بيعمل نفس الإشي، بيفكر حاله فهمان وبيتأمر علي. وتعرف بالتقرير السنوي اللي اشتغلت عليه شهر بده عيد بيوم، إنه كيف؟ أكيد مستحيل. اجيت والله جابك. اسمع أنا مكاني مش بالنار، بدي أطلع كيف؟ زيد مو بالسهولة هاي، لازم تقنعني ليش تطلع؟ وفي معاملات وأوراق لازم تتوقع. بقنعك وبعمل اللي بتطلبه، وأنا وقع أوراقي عشان أطلع. أنت تقول أنه كنت تروح على الكنيسة كل أحد، بس مخك وين كان؟ خلينا نشوف شنو كنت تسوي بحياتك. رجعنا يا أم مايكل، وين الأكل؟ الله يرضى عليك. رجعنا كثير، بس الريحة مش مريحة. يلا دقيقة، إجيت
شو مالكم ما بعد تنتظرون؟ ها يلا تفضلوا. دير بالك حار. فاصوليا بيضة كمان مرة. إنه زاكي من إيدك ماما يعني، بس اليوم إقلاع القمر راح يتم بنجاح. أبوك بيحبها يا ابني. وبعدين ما كان عندي وقت بعد دوام المدرسة وهوست الطلاب، يا دوب رجعت للبيت وهذا اللي طلع معي. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرايحة، حلقة جديدة بعنوان عيد رفع الصليب المحيي الكريم المقدس، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الخوري جوزيف السويد راعي كنيسة مار شربل المارونية بعمان، والأخت نهى صدقة مسؤولة بيت العناية الإنسانية لكبار السن في الفحيص، والدكتور جلال فخوري. وقد أثر الضيوف الحلقة بمداخلاتهم، فإلى هناك. في الصليب الممجد وفي الصليب الهالكين. نعم. الصليب الممجد اللي هو مثمر بيطلع الأشياء بعد تعب طويل وبعد ألم، بنشوفها بننسى كل متاعبنا، زي ما حكى يسوع عن الأم لما تولد تنسى آلام الولادة، لما يحطوا طفلها بين إيديها تنسى كل أوجاعها. وفي الصليب العبثي أو الصليب الهالكين اللي هو نتيجة أخطائي، يعني أنا بحمل صليب نتيجة خيارات خطأ، أشخاص خطأ بفوتهم على حياتهم ولا يستحقوا اني اثق فيهم هاي الثقه، صدمات عاطفيه، في اشياء كثيره بتسبب ان هذا هو الصليب. نعم. رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، وانا امبارح عم بتصفح ومنحضر الحلقه فاستوقفتني كلمه، فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. فحط هون شرط إنه إحنا مين اللي بينظر للصليب على إنه هو قوة الله؟ فقط المخلصين. المخلصين، نعم صحيح. يعني مش كل المؤمنين إنما المخلصين، بس فقط هي بيشوفها إنها هي قوة الله. مش كل لكن البشر. عند كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ف يعني جدا عميقة ومحطوط، يعني بولس الرسول حط شرط، يعني كأنه بل بس عند المخلصين هم بيشوفوا الصليب. من هم المخلصين؟ من هم المخلصين؟ نعم. بحكي كيف ينال الإنسان الخلاص؟ مقوله بالإيمان بيسوع المسيح. نعم. تنال الخلاص يعني مباشرة. فإحنا بنقول مش كل الناس مخلصين، بس كل المؤمنين مخلصين. ما بنخطي صح. إذا المؤمنين التائبين. بالضبط. المهم هم المخلصين اللي بيشوفوا قوة الله. أكيد. لكن ممكن يكون في مؤمنين لكن غير تائبين، اللي هو بيكون عندهم الصليب مؤمنين. الصليب عندهم هالكين، عندهم جهالة، ما بيعرفوا قوة الصليب. ارتفاع الصليب الحقيقة هو دليل المشيئة والقوة الإلهية، وهو بنفس الوقت رسالة السماء إلى الأرض. نعم. وهو بنفس الوقت قوة الشخصية المسيحية الاعتبارية، وأنا بصر على هون كلمة الاعتبارية بعيدا عن الشخصية الجسدية أو المسيحية كجسد يعني. نعم. لأن المسيح القائل يعني أنا معكم كل الأيام يعني. نعم، إلى انقضاء الدهر. وبنفس الوقت كمان قال إنه بعد 3 أيام أنا ببني الهيكل وبقوم، دليل على إنه هو كان يعرف سلفا إنه هو مش مطول يعني في القبر. نعم. كما إنه ارتفاع الصليب هو دليل على هو دليل على التنفيذ الذي الحقيقة أوجد ولادة المسيح، دليل على الأجوبة اللي أثيرت حول ميلاد المسيح. نعم. كما أن ارتفاع الصليب هو عبارة عن رفع العبودية عن البشرية، وبنفس الوقت كمان هو هذا الاحتفال يرفع من البشرية، من الشخصية البشرية إلى الشخصية الإلهية، ليتأله الإنسان بارتفاع الصليب. تأله الإنسان. نعم. نعم. ثالثا يعني أو خامسا هو إيجاد ثغرة
في السيكولوجية الإيمانية بأنه ما لم يؤمن الإنسان بقوة الصليب ووجود السيد المسيح وقيامته على الصليب لا يمكن أن تستمر معه الحياة كما يريد هو. شو حلو هالحدث اللي سنة 326 إذا ماني غلطان بلشت قصة أمبراطورة هيليني مع ابنها ملك أمبراطور قسطنطين، كيف أنه تعطى ننبش خشبة الصليب وينها. وبتعرفوا أنا بحس هيك، ما بعرف أبونا جورج بعيشهم هدول، كيف بدي أنبش هالإشياء من إجة قلبي، كيف بدي أطلع هالإشياء الحلوة أنبشها وقول أنه أنا بدي أمشي دروب الحياة مثل ما قال يسوع المسيح، إذا بدك تكون لإلي تلميذ أحمل صليبك واتبعني. فبدنا ننبش هالشيء اللي نحن صرنا مرات بتعرفوا كمخة الحياة، عنا باللبناني منقول كمخة يعني قديش من زد نفايات وإشياء، قد بدنا ننبشهم حتى نرجع نكتشف أصالتنا، يمكن جذورنا، طيبتنا، الفضيلة اللي محطوطة فينا مثل كأنه هي بذرة زرعت فينا. فالصليب هيك جوا كان بالأرض بأحشاء الأرض مدفون، ويمكن لحتى يطمسوا معالم الصليب دكتور وأبونا جورج بيعرف عملوه مزبلة لجبل الجلجلي. وهونيك حفرة كبيرة كانوا الروماني زدوا نفاياتهم حد معبد فينوس اللي انبنى عليها الأمبراطور أدريانوس معبد لإلهم. فأنا بدي أقول اليوم نحن كمسيحيين مطلوب أنه نرجع ننبش هيدا الشيء الحلو اللي نحن دافنينه واللي بنعرف قديش ما قلنا خلاص إلا فيه. مشان هيك بدنا نوسع هالقصة. وأنا بقولكم اليوم عن جد إذا بدي أعيش هالاختبار، اختبار عيد الصليب، بدي أعيشه بعمق وبغمق، لأنه الصليب هو مجد، الصليب هو العبارة، الصليب هو الجسر، الصليب هو اللي بيجي يعطيني الفرح النشوي. أنا بقول اليوم تنفترض زوجي صليبي، مرتي صليبي، معناتها هي علامة مجد بحياتي، مش معناتها أنه هي اللي مقرفتني عيشتني النكد معي. قديه بدنا نعيشهم هيدول، وهيدول بيعطينا إياهن عن جد اختبار الصليب. والاحتفال بهالعيد هو تقليد، فكرة عامة، هو تقليد مسيحي قديم. بعود للقرن السابع وقت الامبراطور البيزنطي استرجعوا بالصليب من بلاد الفرس. نحن كرهبنة بنحتفل بهيدا العيد لأن هو من صميم روحانية مؤسسنا الطباوي أبونا يعقوب. يلي كان دائما يتمتع بعبادة خاصة للصليب، كان شعاره بالحياة وكانت رغبته أنه يزرع الصليب على كل تل ومرتفع. لكن قبل كل شيء أن يكون الصليب وروحانية الصليب هي بقلب كل إنسان. يعني الصليب هو موضوع كتير واسع لأبونا يعقوب وللكنيسة وللمسيحيين كلهم، هو كتير موضوع كبير وإله أكتر من معنى. بس ماربولوس هيك بيختصر معنى الصليب بالرسالة لأهل كورنثوس وقت اللي بيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إنسانيا أن الصليب هو علامة ضعف وفشل وألم أو حتى علامة العدم. ولربما بعض المؤمنين أنه بيشوفوا الصليب هو دعوة للألم، ومش ممكن يعيشوا إيمانهم إلا من خلال العذاب والألم. بس أبونا يعقوب بروحانيته للصليب مش هيدا الصليب يلي عرفه وبشر فيه. صليب المسيح بالنسبة لأبونا يعقوب مؤسسنا ولقلنا كروحانية هو علامة انتصار الحب الإلهي على الشر والجهل وقساوة القلب. ومن أقوال أبونا يعقوب بيقول الصليب فرح لا كآبة، إنه تعزية لا ضجر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني والبابا فرانسيس يعزيان العاهل البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. الشماس سلوان حنونة كاهنا متوحدا في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس. كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم تحتفل بعيد القديسة الأم تريزا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursatjo.org.
وبهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم ودمتم بخير.